ينضم إلينا من العاصمة نيامي موفدنا إبراهيم حسناوي. إبراهيم، يبدو أن الحركات الاحتجاجية كانت مستمرة أقله ليوم أمس، مطالبات بتنحي السفير الفرنسي والجنود الفرنسيين، تفاصيل أكثر حول هذا اليوم، ماذا في آخر التطورات الميدانية والمواقف السياسية أيضا؟ بالفعل الحركة الاحتجاجية تتصاعد بشكل كبير جدا كما شاهدنا في الأيام الماضية. يوم أمس كان هناك اعتصام ربما بالآلاف أمام القاعدة العسكرية الفرنسية هنا في نيامي لمظاهرة خاصة بالنساء تحديدا، لكن منذ صباح اليوم يبدو أن الجميع بدأ يجهز ويحضر لاحتجاج شعبي متوقع يوم غد، دعا إليه الكثير من أنصار المجلس العسكري الحاكم. جمعيات مؤيدة ومؤازرة للمجلس العسكري اجتمعت يوم أمس وأصدرت بيانا بأنها ستتوجه يوم غد إلى القاعدة العسكرية الفرنسية هنا في ضواحي نيامي والدخول في اعتصام أمام هذه القاعدة لفترة 3 أيام لإجبارها على مغادرة البلاد. الأوضاع لحد هذه الساعة هادئة باستثناء الدعوات المستمرة والتحشيد الكبير جدا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على وسائل الإعلام تحضيرا للتجمع الحاشد كما يصفونه يوم غد. على المستوى السياسي ما زال المجلس العسكري لحد هذه الساعة يلتزم الصمت بشأن عدد من القضايا على رأسها ملف طرد السفير الفرنسي، لم يصدر أي بيان لحد هذه الساعة بشأن هذا الموضوع وما هي الخطوات التالية التي من الممكن أن يتخذها المجلس العسكري الحاكم. أريد الإشارة أيضا إلى أن فترة اقتراب المهلة التي منحها المجلس العسكري للجنود الفرنسيين لمغادرة البلاد قد اقتربت، تنتهي يوم 3 سبتمبر القادم. يوم أمس كما شاهدنا أيضا أصدر المجلس العسكري خطابا أو تذكيرا للقوات الفرنسية بأن موعد مغادرتها قد اقترب، وبالتالي فإن الأنظار تتجه لما هي الخطوات التالية للمجلس العسكري وللمؤيدين في الشارع أيضا إذا رفضت القوات الفرنسية المغادرة، وهذا هو السيناريو الأبرز لأنه لحد هذه الساعة ليست هناك أي مؤشرات على أن فرنسا تتجه نحو سحب سواء جنودها من النيجر أو حتى سفيرها، على اعتبار أنها ما زالت أو لم تعترف لحد هذه الساعة بالمجلس العسكري الحاكم وتقول بأن الرئيس الشرعي هو محمد بازوم وأنها تتعامل معه ولم يصدر أي طلب من طرفه بشأن سواء السفير أو الجنود الفرنسيين. من نيامي مفدنا إبراهيم حسناوي، شكرا لك.